مشاهدينا في كل مكان، مشاهدين تليجراف مصر، اهلا بكم معنا في لايف جديد من محافظه دمياط وتحديدا من امام مشرحه مستشفى التخصصي. بننقل لكم الواقع الحزينه اللي اثارت حزن شديد في الشارع الدمياطي وخاصه في مدينه الشعب. احمد اتقتل على غدر احمد اتقتل غدر على يد صاحبه بسبب كلب. هنعرف تفاصيل كتير عن هذه الواقعه الاليمه في هذا اللقاء. قول لنا ايه اللي حصل. احمد المصطفى شايف صاحبه عنده حل مكانيكي ماشي، يتنمر عليه يعني شاب محترم والدنيا كلها شاهد ان هو محترم، عمره ما زعل حد وعمره ما اتحبس في حاجه. ففي الجيران شكوا لاحمد النص، الجيران جنب احمد ان العرباني اذوهم بالكلب، فاحمد النص قال له شيل الكلب يا عرباني، خد منه كلب عشان يمشي الكلب، فالعرباني لازم يقتلك. قال له ايه لازم يقتلك، بدل العرباني يشتم فيه على النت، بدا يشتم في النص على النت ويهدد فيه ويقتله ماشي. هم قاعدين بتعشم، قام دخلوا عرباني ومعاه عيل تاني ابن عمه باين، قام خبطوا سكينه سابها في بطنه والتاني خبطوا سكينه وجري. واحد عبد الله ما اخده والتاني الاهالي ضربوه، اثنين والتاني الاهالي ايه؟ الاهالي ضربوه وسلموه، وعبد الله باخد واحد. بنطلب باعدام، بنطلب بالقصاص، بنطلب باعدام عشان ده ملوش اي حد حد خالص على الدين. شايف مصلحته وقاعد بيتعشى. بيشتغل ايه يا احمد؟ بيشتغل ميكانيكي. ابوه الورشه بتاعته. الورشه بتاعته. ميكانيكي موتوسيكلات. الورشة بتاعته. يا ابوه الراجل كبير بيصرف على علاجه، هو اللي بيدي لابوه علاجه، هو اللي بيدي. يا محمد ده بقى النص. لسه شاب محترم. بص اسمها بقى كده، اسمها اصحاب اي حد. لسه بتاع مصلحه في الورشه الميكانيكي. ياخد اي حد. سالح عليه مسائل الاطفال، سالح عليه الصغيره في الحاره، وكلها بتحبه، كلها بتحبه النص. النص راجل بتاع مصلحه. على مصلحته الله يرحمه. ربنا يرحمه. كلهم طالبين كلنا طالبين القصاص في حقه، احنا عايزين حقه. حقه ايه؟ القصاص. هو غدر بيه وهو غضب هو متعشم. يا عيال صغير صغير بتاعه. احنا طالبين القصاص، طالبين حقه. طالبين حق احمد النص. النص عايزين حقه. بس عايزين حقه. ايه اللي حصل؟ هو متعشى معاه. علي صوتك. هو اصلا من الاول الجيران ابتدت تشتكي من الكلب. الكلب عاضي كذا ناس. عايز الناس. الكلب عاضي كذا ناس والله. الموضوع على طول. المهم الناس اشتكت. خايفين منه قاموا رايحين جايين. قام قالوا له هو بيقول لك عمد ربنا خد الكلب عشان الناس تسمعني. وجنبه طفله صغيره لسه مولوده. وجنبه راجل مشلول ما بيلاقش حرام. قول لنا اللي حصل وانتوا قاعدين تاكلوا. ايه اللي حصل وانتوا بتاكلوا؟ اللي حصل واحنا بناكل دخل علينا، دخل علينا كل واحد بقى كل واحد شتمه، كل واحد في نص كده ومات. هما الاثنين؟ كل واحد في نص كده. هو كان قاعد باكل مش في باله حاجه. هو قاعد على الاكل بيتكلم معاه وقام عيل قام رشه بحاجه وقام اتبعهم خبطه. قام اتبعهم خبطه. خبطه بايه بقى؟ خبطه بايه؟ المطوه. بس سكينه في بطنه. مطوه كبيره، مطوه كبيره. مطوه كبيره زي خنجر كده. خبطوا بمطوه عايز حق اخويا عشان خاطره. عشان خاطره تجيب لي حق اخويا. بصي عايز حق اخويا قدامك. عيدان انا عايز حق اخويا. تعالى كده. عيدان السكينه في بطنه. مش هينفع اجيب السكينه في بطنه. ساب السكينه في بطنه؟ ساب السكينه في بطنه. ما هي قدامك يا عيني. الصور موجوده هنا. بس كده بطه واحد عبد الله بمسكه بس النقطه والاهالي ضربوه. اخويا ماليش الا وسلموه بقى. التاني لسه ما اتقبضش عليه. قبضوا عليه برضه ما ضربوه وسلموه. طب كويس. ضربوه وسلموه. انما الاولاني هو المحامي المباحث قايمه بدورها. المباحث قايمه بدورها. ايوه. وخدوا العيال. ماشي؟ والسكينه في بطن الواد لحد دلوقتي. ان شاء الله والصور موجوده. احنا عايزين حقه عشان نرتاح، عايزين حقه، عايزين حق النص، عايزين حق النص عشان احنا في تفريغ كاميرات. يعني الكاميرات جايبه الواقعه؟ الكاميرات جايبه نص وهو بتاع السلاح في بطنه ماشي، وحد هيروح يوديها برضه للنيابه الوقت. تمام؟
اللي هما سيأكل الحاجات دي وفرغوها راحوا يودوها النيابة دلوقتي. يعني التحقيقات شغالة. والدته فين؟ والدته متوفية وبابا راجل عجوز راجل كبير وده اللي كان بيكلمك خاله. انا مرات خاله. انت زوجة خاله؟ انا مرات خاله. كلهم جيرانه وحبايبه. الناس كلها بتحبه. كل الناس بتحبه وكلهم جيرانه وحبايبه ومحدش يوم الشك منه وقال عمل حاجه فيه وحشه، بل بالعكس كان بيقف مع كله كبير وصغير. واي حد يجي يكذبني بالكلام ده والوقت هم حاليا زعلانين عشان هم نهارين وعايزين القصاص. ونبنى على كده انا بطلب بالقصاص النيابه عنهم وهم. القصاص العادل، مطالب اهل احمد ضحيه غدر صديقه بمدينه شطوة التابعه لمركز دمياط. الراجل ده اهو هنا موظف هنا. أيوة. يعرف الشخصيه لسه بيقول لي ده شخصيه طيبه وشخصيه محترمه. ربنا يرحمه يا رب. ربنا يرحمه. الراجل اهوت بيشتغل هنا في قلب المستشفى اهو. انتوا بتطالبوا بايه؟ عمره ما زعل حد منه. رب يحب العيال الصغار. هو ارزق بيشتغل. قاعد شغال. شغال ما بيزعلش يوم. وقال لي بقى فكره العيال، فكره الناس. واحد طيب ومصري. الناس كلها زعلانه عشانه. اكيد. طالبين بس احنا حقنا بس احنا اللي عايزين حقنا. لسه واحد محترم ولا عمره حاجه ولا عمره تعمل له قضيه ولا عمره تعمل له قضيه ولا وش كلام من ده. ولا شاب مصلحته. هو كان صاحبه القاتل صاحبه. ما تخيلش ان يعمل كده. بص يا حبيبتي انا عايز اقول لك كلمتين اتنين. انا ام الواد اللي شغال عنده احمد النص لو بني ادم وحش انا مش هقعد ابنه عنده 12 سنه. لو هو وحش مش هسيب ابني عنده. ابني كان بيجي الفجر بيجي الساعه 3 بيجي الصبح ما كنتش بساله انت فين عشان عارف ان هو مع النص. ابني ما كنتش بياكل اللي هم في البيت فطاره مع النص غدا مع النص عشاء مع النص. شاب محترم بتاع شغل. شاب محترم جدا ما بيقولش الله ياما. هو غدر بيه ما كانش غدر بيه. ملوش بمشاكل ولا حاجه. ما كانش متوقع ان هو يدخل يعمل كده. انت عايز تفهميني ان طفل زي ده شاف المنظر ده هينساه مدى حياته؟ عمره هينساه. لو اخدها ولا اخدها اللي بنت الموتى دي ابني مش هيحزن على كده. ابني كان ممكن يتقتل مع النصة. كله في العتمة قاعد يعمل كده بالمطوة لحد ما قتله وجرب. هو قصد ان هو يتقتل. ايوه مش هيتقتل مع البيت يا ابله. بيت له المطوة في قلبه وسابها وجري. كل الجيران قالت هو بيهدده بقاله كام يوم. وهددوا على الصفحه على النت. على النت وهي شات مؤنث. بقى اسبوع. بقى اسبوع بيهدد فيه. بيقول له انا هديه. لازم اهديه. بلاش الكلب. عشان ايه بسبب ايه؟ بلاش الكلب. عشان بنقول له بلاش الكلب. هو القاتل مربي كلب مش كده؟ عملوا فيه دهانات بسبب ان هو بيقول له بلاش الكلب. الكلب بتاذي الجيران. الكلب ده اذي الناس. كلب بيجري على عيال صغيره. دي ست ناس بتجري وراك. قلنا له شيله. بس مش غلط. هو غلط. بس كل ده عشان قال له شيله ما تاذيش الناس. غلط ما نقولكش ايه الكلب. تروح تتعطى شابه وتيجي ليه؟ بس احنا طالبين بحق. يعني هو تعاطى وبيشرب كل الحاجات. ده حقه. هو الشاب اللي بيعمل كده حرمي الشقه وعيبي. حقه يجيب حرمي الشقه وعيبي. احنا عايزين حق. طالبين حق. طالبين حقه. عايزين الاقتصاص حقه. عايزين حق اخونا اللي معاه. ده بلطجي. كل واحد يجي يعمل خير هيموت. كل واحد يعمل خير هيموت. ده مبلطج على الولا ومبلطج عليها وداخل ايه؟ وماسك سكينه على طول بقى. ده على طول. بس وضرب عيل من بدري من شهر. معاهم عيل من شهر برضه. معاهم عيل من شهر ومعاهم قبل عيل. يعني بلطجي. ده بلطجي. ما بيشوفش حاجه. ده حرام وبلطجي. ماشي بالسكينه 24 ساعه. ما بيشتغلش في الشغل. ده بلطجي وعيل حرام. يمشي بالسكينه والكلب يفتش في خلق الله. ما فيش ولا الا كده. احنا طالبين القصاص. طالبين اعدام. طالبين الاعدام. طالبين يا عم كل عشان يحاولني. عايز حد يجي عشان الاعدام. طالبين الاعدام. حق النص. حق النص الاقتصاص الاعدام. الاعدام. بس عايزين اكتر من كده. بس عايزين اكتر من كده. انا معلم ده وجع اي حد. لو المعلم انت شفته. اطلب حق اخوك. ما انتش فاكر اخر حاجه قالها ايه قبل ما يحصل الكلام ده؟ قال ما حدش. قال ايه؟ قبل ما يموت قال ما حدش يسيب حقي لان انا اتغدر بيا. ما حدش يسيب حقي. اخر حاجه قالها. الحقوني بموت. وخلي بالكم من ابويا بقى. قال ايه؟ ما عملتش حاجه. كل العلاقه. قلت انت اوامرك. ما حدش يسيب حقي. انا اتقتلت من غير ما اعمل حاجه. ما حدش يسيب حقي. امنكم امانه. انا اتقتلت من غير ما اعمل حاجه. وامن خلي بالنا من ابويا. وامن للناس كلها. كله بسبب ابويا. انا قلت من غير ذنب.
واحد بلطجي يقتل بدون ذنب. مت على مت بعد 25 سنة رحت بداية أهو بسبب عايز. بقيت بلطجي عيل سايح حرامي. بس على إيه؟ لا هو متوقع إن اللي دخل على ده واحد صاحبنا مش هيعمل حاجة يعني مش هيأذيني كده يقوم قتله. بقت كده يعني. كل ما حد يطلب خرع يموت. كل ما يطلب خرع يموت يعني. وربنا ما بنسى والقران كمان مره ما بنسى الا العصافير والحمام اللي بيكونوا في الشارع ما بنسى الا الكلاب والحيوانات بيسيروا عشان البشر ما عادش يستاهل اصلا والله البشر ما عاد يستاهل يا ابني روح يا اخويا لازم يجي هو اخر حاجه يتقالها لك ايه؟ انت كنت معاه على طول يا سامي اخر حاجه قالها لك ايه؟ اخر حاجه قال لي خلي بالك من ابويا وخلي بالك من الورشه وحاجه وسك على بابا وعلى الورشه ولا حق الاكل بتاع لسه موجود الاكل لسه موجود كان بياكل احنا ناخده من بره لسه الاكل موجود الاكل لسه موجود لسه بيفتح وهياكل خش عيل بلطجي حاجه تتصور هناك خش عيل بلطجي عند ابولها واللي شافها احنا عايزين القصاص عايزين الادب عشان خاطر النبي عايزين القصاص النبي القصاص ربنا اللي قايل كده من قتل عشان ده يتيم ملوش حد اللي مات ده يتيم عايزين حقه عايزين حقها عشان بعد كده القضاء عشان خاطر ربنا تربينا ابتصاص حق الولد هو انت لو شفت ابوه دلوقتي يصعب عليك ابوه مالوش مش معانا هنا مش قادر في النيابه في النيابه ابوه مش قادر يجي ماشي ابوه هيموت ابوه مش قادر راجل كبير الكبير هو اللي بيعيله هو اللي بيشتغل هو اللي بيعيل ابوه احمد اللي بيعيل ابوه 80 سنه وهو ميت مالوش اي حاجه خالص الا ابنه ده اللي مات هو ده اللي له بس وهو له محبه الناس دي مالوش حد تمام احنا مش طالبين الا القصاص مترقب له من شهر قال له من شهر انا هموتك يعني كلام على الكلب ده من شهر الكلب دي معاك هيقول لك الناس اشتكت له قالت له النص مره واثنين وثلاثه واربعه خلي الراجل يشيل الكلب كذا مره طبعا الراجل قال له يا فلان يا احمد يا حرامي شيل الكلب من هنا مره واثنين وثلاثه قال له انت مش هترجع على ما موتك قال له يا عم انت هتموتني انا معاه ربنا فجأة امبارح خبطه خبطه قدر بموقع خبطه وابن عمه خبطه قالوا راح خبطه يعني خبطه خايفين جنبه هنا ببطنه هنا ثلاثة سكينة ببطنه الثالثة سبقاله مش يعني عدة طعنات هما الاثنين عدة طعنات يعني متعمد يعني متعمد موت واحد ضرب طعنة واحدة قال لي سبقاله في قلبه ساب له الصور الصور موجوده واحنا من اللي بقى عليها الصور موجوده يا عم احنا جايين عشان ننزل لو الحكومه ما جابتناش حقنا احنا هنجيب حقنا احنا بس احنا عندنا قضاء مصري عادل وجابوا العيال احنا عندنا قضاء عادل وان شاء الله جابوا العيال وعندنا قضاء عادل واثقين فيه احنا واثقين في الحكومه احنا اللي حق اخونا حسن احمد ايه اللي هيجيب حقه احمد حسن احمد رئيس المباحث الرئيس بتاعنا هيجيب حقه مش عايز لان هو جاب الولا وجاب العيال بس واحد هرب وقلت لي انا ربوه شرطه بلدنا ان هي هتجيب لنا حقنا هي هتجيب لنا حقنا بس مش هقول الا كده احنا قلنا كم القبض عليهم قبض عليهم في نفس الوقت واحد مقبوض واحد هنا واحد اللي اهلنا ربوه قلت مدير الامن قال مسؤول عام من مدير الامن يجيب حق احمد مدير الامن يجيب لي حق احمد قال اه يجيب لي حق احمد مدير الامن امن دمياط الست دي مربيات تعتبر زيهم انت اللي مربيات احمد ما انتش فاكره اخر مره شفتيه امتى او قال لك ايه قبل رمضان قال لك ايه اخر حاجه قال لي تعالى اقعد كنت فاهم قلت له بجيب عيش كان بيودي الكرسي عادي شويه عادي اهو كان بيودي وبيعملها كويس كان بيودي ايوه مش هتستريح الا بالقصاص احنا عايزين حق النص لو ما جاش احنا نعرف نجيب حق احنا عايزين حق النص اعدامه حتى الاطفال طالبين حق اطفال بيحبوه ايوه احنا عايزين القصاص مش عايزين حاجه ثانيه وهم كلهم هيهدوا اما يجي حقه لو جه حقه كله هيهدى القصاص العادل مطالب اهالي احمد احمد ده راس المباحث عامل الصح احنا ثقه ومحمود بشبابه والمركز كله والمباحث عملوا كل حاجه كويسه واثقين فيهم احنا واثقين في مجهوداتهم عشان يجي حقنا عشان يجي حقنا احمد بيقول مفيش منه في الدوله من كلها من احمد بموسى يا راجل محترم احمد بموسى مفيش منه في الدوله وهيجيب حقه وطبين القضاء العادل ومحمود بشبابه وصف المغفورين كله الناس دي عملت كل حاجه كويسه امبارح وجابوا العيال تمام فاحنا طالبين القصاص للناس دي يعني طالبين القصاص خد يا احمد يقول لك عايزين حق النص النص عايزين حق احنا النهارده عشان نوصل صدقه طب ماشي بقول لك احنا عايزين مش نقول له في الكلب موته حصل
كل ده عشان هو بقوله شيل الكرب. شاب زي الورد لسه في مقتبل العمر وكمان بيعيل اهله وبيعيل عيلته وبيعيل باباه. انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. مطالبته بعدم الاذو بكلب يبقى دي النتيجه. لا حول ولا قوه الا بالله. شاب في مقتبل عمره بيعيل والده والبلد كلها حزينه على احمد. القريه بالكامل ليل ونهار برضه قاعد معاه. هو الوحيد اللي خلانا اقسم، هو اللي نصحك وخليك تمشي كويس عشان كنت ماشي غلط. اقسم بالله ما حد خلانا استقام الا النص ده. دايما يكسب محبه الناس، ما بيزعلش كل الناس بتحبه. والمصحف ما في حد بيكره. احنا سمعنا ان البلد هناك كلها حزينه. بابا بيديله 50 جنيه في الشكمان ما بدا ياخدها منه. انا بتقول ما بدا ياخدها منه والله ما بدا. وكان واقف معانا قبلها ب 10 دقايق. هل مش هكلمه؟ احنا عن الصبح كده عن الصبح ببص تلاقيته بس دماغه وصالحه راح الورشه جاب اكل وراح الورشه ببص تلاقيته عشان قاعد في مكان اكل عيشه وجاب اكل يتعشى. كل الكلام جاب اكل يتعشى ومش هتكلم معاه. قام داخل قام قال لك لو انا من الساعه 5 وقفت. قال لك لو قدرت اعفي دخل قبل ما يمشي ب 10 دقايق. قال لو قدرت اعفي حسبي الله ونعم الوكيل. لو قدرت تاكل حسبي الله ونعم الوكيل. واللي قتل لو قدرت تاكل السكينه ببطنه. هو بياكل والسكينه ببطنه. السكينه ببطنه. انا من الساعه 5 قاعد اكل عشانه طيب لسه بقوم عشانه حنين. انا من الساعه 5 قاعد اكل عشان طيب بس. احنا كنا معاكم وهنتابع القضيه لحظه بلحظه واحنا عندنا كل الثقه واليقين في القضاء المصري العادل انه هيجيب حق احمد. البلد كلها حزينه على احمد شاب محترم وكل الناس زي ما سمعتوا بيتشكر فيه. فتح ورشه عشان حق احمد النص قبل العلاج. قبل العلاج ان كنت عياه تبارك. احنا عايزين حق احمد النص. احنا معاكم لحظه بلحظه هننقل لكم كل الاحداث اللي بتدور في الشارع الدمياطي. وحق احمد هيرجع مع القضاء المصري العادل. وكل الشكر لجاي لمباحث دمياط الشرفاء مع رئيس المباحث احمد بن موسى اللي قدر يقبض عليهم في اقرب وقت. والكابتن احمد عز عارف كل حاجه ان عيل دول فاشل وعيل وحش. بلطجي 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 وابو سعد برضه صف المباحث. بيربي كلاب وصايع ما عندوش اي شغل ولا شغل. واحنا واثقين في احمد باه. يعمل واحنا واثقين في احمد باه. تمام كل حاجه غلط. واحنا